أحبائي، مرحب بكم مرة كمان في هذه الرسالة اليومية اللي عن قصد بنخليها قصيرة بالكتير 10 دقايق علشان تكون رسالة خفيفة، بس رسالة كمان مشجعة، وفي نفس الوقت رسالة تقدر تستقبلها وبعديها تصلي وتاخد وقتك تصلي. فعن قصد بنخليها رسالة قصيرة بس هي يومية، لأن مقاصد الرب إنه يحتفظ بروحك والمية متحركة في هذا الزمن جواك. مش مقاصد الرب إنك تسمع هذه الرسالة بس، لكن مقاصد الرب إن المية تفضل متحركة جواك. ملحوظة ملاحظها في هذا الزمن إنه البعض بسبب القعدة وبسبب عدم حضور اجتماعات زي ما يكون المية في داخله ركدت، بقت بركة، ما بقتش نهر، ما بقتش خارجة. عشان كده مهم جدا في الزمن ده إن صوتك يخرج، مهم جدا إنك تطلع صوت وتقضي وقتك مع الرب، مهم جدا إنك تصلي بالروح أوقات وتطلع صوتك وعبادتك وتحرك المية جواك. أذكركم بقصة المية المتحركة لما كان ملاك ينزل أحيانا ويحرك الماء المفلوج بتاع بركة بيت حزدة. كل شخص بيلمس مية متحركة محركاها السماء بالروح القدس بيحصل حياة جواه. الرجل المفلوج قال له لما بنزل علشان أشفى في مية متحركة ينزل آخر ويسبقني، بنزل على مية محركها حد تاني. مهم جدا ان المية المتحركة جواك مش يكون حد محركها لك، لكن متحركة جواك. مهم جدا ان المية، مية الروح القدس، حركة النهر اللي جواك تبقى متحركة كنهر مش كبركة. مش انت بتتفرج على حاجة وبتتصور انه كده كل حاجة تمام، لا، انت محتاج تاخد تشجيعات حصل ليك من خلال رسائل زي كده أو من خلال خدمات أخرى، وتقوم تكون هذه الرسائل سبب حركة شخصية وسبب حركة داخلية جواك للنهر بتاعك. لأن لما النهر الروح القدس فيك بيتحرك تجري من بطونهم أنهار ماء حية، قال هذا عن الروح القدس، قال ده لكل حد عطشان. فعطشك وانت عطشان لانك بتتفرج على هذه الرسالة، ده دليل انك انت عطشان كمثال. هذا العطش يجب انه يتحول جواك الى نهر. يعني ايه نهر؟ نهر خارج منك. انت عطشان فبتشرب، لكن يجب ان النهر يتحرك منك، يبقى خارج منك. تقول يخرج مني ازاي؟ لك يخرج منك بصوتك، يخرج منك بعبادتك، يخرج منك بقلبك اللي بيهدأ قدام الرب ويبتدي يستقبل من الرب نعمة، وتستقبل من الرب اعلان، ويستقبل من الكلمة حق، ويحرك هذه الكلمة، ابتدي ينطق الكلمة دي على حياته، وتفتح هذه الكلمة مع اخرين حواليك، ان كان في الاسرة او في علاقاتك او في تليفوناتك او في تواصلاتك، فتحرك المية. مهم جدا ان النهر يخرج منك، والمهم جدا ان المية تتحرك في خلالك، لان هذه المية المتحركة بتصنع آيات وعجائب. هذه المية المتحركة بتحتفظ بالحياة، فما تخشش في اكتئابات او في احزان او في احمال نفسية وانت مش واخد بالك، لان المية المتحركة بتعمل حياة. المياه المتحركة بتعمل معجزة. المياه المتحركة بتخلي الطعم يفضل نقي. البركة تصير للملح زي ما حسقيال 47 علمنا كده، أما البرك أو المياه المقفولة فتصير للملح، تعمل مرارة داخلية. مقاصد الرب ان ما بقاش فيه ملح في شعب الرب. مقاصد الرب انك ما تبصش لورا زي مرات لوط تبقى عمود ملح مليان مرارة ومتخشب. ومش مقاصد الرب انك تبقى بركة مية بتنسكب جواك وبتقفل عليها. لما المية تتقفل عليها تصير للملح، يعني بتعمل مرارة داخلية. مهم جدا انك تحرك المية، مهم جدا انك تطلع صوتك، مهم جدا انك تطلع عبادة بصوت مسموع في قطك. بكرر هذا التعبير كتير جدا في هذه الأزمنة. فعايز شجعك من أجل إطلاق الصوت، من أجل إطلاق النعمة، من أجل استقبال الكلمة وإطلاقها، من أجل إعلان الكلمة على حياتك وإطلاقها. عايز شجعك انك ما تبقاش بركة لكن يبقى النهر متحرك فيك. كان ملاك ينزل ويحرك الماء، وأي حد أيا كان التحدي اللي في حياته بيلمس مية متحركة. الرب نهر جواك، الرب نهر ليك، الرب نهر بينسكب على حياتك،
ورب نهر بيخرج من بطنك، تجري من بطنك أنهار ماء حي. هذا النهر هو نهر الروح القدس، ونهر صوت الروح، ونهر كلمات الروح، ونهر العبادة بالروح. الآب طالب هؤلاء الساجدين بالروح وبالحق. فاطلق النهر منك، اتحرك وراء النهر، تجاوب مع القعدة بالكلمة، بالصوت، بالترنيمة، بالمشاركة، في تواصلاتك، وخلي النهر يتحرك بجرأة في هذا الزمان، لأن النهر اللي بيتحرك بجرأة بيبرق المية جواك وبيحرك المعجزة على حياتك وعلى أجواءك وعلى بيتك. فتشجع جدا في هذا الزمان. عايز شجعك انك تسمع المؤتمر اللي فات، لانه مؤتمر افتداء الارض مؤتمر بيطلق ادراك معين لأهمية هيكلك وأهمية وجودك وأهمية صوتك وأهمية اطلاقك. فلو انت ما سمعتش المؤتمر بتاع بؤرة افتداء الارض، اشجعك رسائل صغيرة بس مهمة جدا انك تطلقها في هذا الزمن على حياتك وعلى روحك. رب يطلق مجده ويطلق كلمته ويطلق نعمته ويطلق حضوره في هذا الزمن. احنا في المرحلة ما بين القيامة وسكيب الروح القدس ويوم الخمسين، وهذه المرحلة زي ما اتفقنا فيها النقلة، محتاجة تركيز، فيها نقلة روحية، فيها نقلة للسلطان، فيها نقلة للإدراك، فيها نقلة للأولوية الداخلية. فعايز ارجعك مرة تاني للأولويات. الأولوية في يومك، الأولوية في أفكارك، الأولوية في محبتك، الأولوية في تركيزك. مؤكد بعد هذه المرحلة لن تعود الحياة كما كانت من قبل. التعبير اللي بيتقال كتير، إمتى ترجع الحياة طبيعية؟ الحياة مش هترجع طبيعية كما كانت من قبل، هترجع بشكل جديد، في مش بس في الخدمة، مش بس في الكنائس، مش بس في الخدمات، لكن في حياتك اليومية. لو اللي بيحصل ده لم يؤدي إلى تغيير في حياتك اليومية، يبقى احنا فقدنا ما يريد الرب أن يصنعه أو يفتديه في حياتنا للأزمنة اللي جاية. الرب عايز يطلع شكل جديد، وهذا الشكل الجديد مربوط بأولويات تركيزك، أولويات اهتمام قلبك، أولويات عينيك بصل إيه، وقلبك مايل على إيه، ولغتك اللي خارجة إيه. فالأولويات هامة جدا. فأذكرك في هذه المرحلة درب نفسك، هذه المرحلة ما بين القيامة ومركزين وداخلين على سكيب الروح القدس، هذه المرحلة هامة جدا. أولويات عينيك، أولويات أفكارك، أولويات قلبك، أولويات عبادتك، وأولويات صوتك، محتاجة ترجع مرة تاني باستقامة مع السماء، aligned مع قلب الآب، aligned مع أو باستقامة مع ما في السماء كذلك على الأرض. فما أمجد ما يريد الرب أن يسكبه على حياتك في هذه الأزمنة. تشجع جدا، تشجع جدا الأزمنة اللي جاية، وأراك في ملء البركة في الرسالة اللي جاية. ملء البركة، ملء النعم.